توجهت الملايين من شعب الجمهورية العربية المتحدة إلى صناديق الانتخابات ليقولوا كلمتهم في بيان 30 مارس، وجماهيرنا تضع بكلمتها هذه حدا فاصلا بين مرحلة انتهت ومرحلة جديدة ومجيدة، تضع بدايتها كلمة نعم التي قالتها جماهير العمال والفلاحين والجنود والمثقفين الثوريين ومختلف قوى الشعب العاملة. وفي صباح يوم الخميس 2 مايو قصد الرئيس جمال عبد الناصر إلى لجنة المنظرة بالأسكندرية، حيث أدلى بصوته في الاستفتاء على برنامج 30 مارس، وكان يرافق سيادته السيد حسين الشافعي نائب الرئيس، وأنور السادات رئيس مجلس الأمة، وعلي صبري الأمين العام للاتحاد الاشتراكي، الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على البرنامج الذي يقول إنه ليس هناك الآن ولا ينبغي أن يكون هناك الآن صوت أعلى من صوت المعركة ولا نداء أقوى من ندائها. وكانت اللجان في مدينة الأسكندرية تموج بالناخبين من مختلف الهيئات الذين قالوا رأيهم في البرنامج الذي يقول إن منطق هذا العصر أن الحق بغير القوة ضائع، وأن أمل السلام بغير إمكانية الدفاع عنه استسلام. وفي القاهرة قصدت السيدة عقيلة الرئيس جمال عبد الناصر إلى لجنة الخليفة المأمون في منشية البكري التي خصصت للسيدات لتدلي بصوتها في برنامج 30 مارس مع الناخبات. كما أدلت السيدة كريمة الرئيس بصوتها في نفس اللجنة. واحتشرت اللجنة بالسيدات والآنسات من مختلف الطبقات يدلين بأصواتهن من أجل الصمود والنصر ومجتمع الرفاهية والعدل، ويقولن جميعا نعم البرنامج الذي يؤكد أنه لا بد من توفير الحافز الفردي تكريما لقيمة العمل من ناحية، واحتفاظا للوطن بطاقاته البشرية القادرة وإفساح فرصة الأمل أمامه، وكذلك تحرير المرأة وحماية حق الأمومة والطفولة والأسرة. وتوجهت الجماهير إلى مختلف اللجان المنتشرة في جميع أنحاء القاهرة لتؤكد مرة أخرى بإعطاء رأيها في الاستفتاء استمرار النضال حتى النصر، وتأييدها للبرنامج الذي يؤكد ضرورة تحقيق وضع الرجل المناسب في المكان المناسب حرصا على طاقات شعبنا الخلاقة. لقد خرجت القاهرة لتعلن رأيها في برنامج 30 مارس من أجل بناء الاشتراكية ومن أجل حشد قواتنا العسكرية والاقتصادية والفكرية لتحرير الأرض وتحقيق النصر، ومن أجل الديمقراطية والاشتراكية، ومن أجل البرنامج الذي يؤكد حماية كل المكتسبات الاشتراكية وتدعيمها بما في ذلك النسبة المقررة في الميثاق للفلاحين والعمال في كل المجالس الشعبية المنتخبة، وإشراك العمال في إدارة المشروعات وأرباحها، وحقوق التعليم المجاني والتأمينات الاجتماعية. من أجل هذا كله قال الشعب نعم قوية واضحة وحاسمة. وكانت نتيجة الاستفتاء نعم بنسبة 98.2% من عدد المقيدين للانتخاب. إن هذه النتيجة ترسم صورة رائعة للإجماع الشعبي وكيف يكون، وللإرادة الشاملة الواعية وكيف تملى. لقد سجل التاريخ لشعب الجمهورية العربية المتحدة أنه يؤكد أصالته وحقه الراسخ في العزة والكرامة والحرية، وعزمه على تحقيق الدولة العصرية وتدعيم القيم الروحية والخلقية لشعبنا التي نص عليها برنامج 30 مارس.